هذا يقول كثر في هذه الآونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج المعتزلة، بل إن أحدهم لما قيل له إن قولك هذا قول المعتزلة قال وهل المعتزلة إلا فرقة العلماء؟ فما توجيهكم خصوصا وأننا نجلس مع بعض الناس قد يكون قارب ولكن درسوا في الغرب ورضعوا منه سموم الشهوات والشبهات ثم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة ما له أعظم الله على دين الناس، هل نقوم أم نجلس ونرد عليه؟ الواجب الدعوة والمصابرة والبيان. الشرع هو الذي دل على العقل، دل على اعتبار العقل ودلنا على أن العقل يعمل وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان، وكذلك العقل أيضا دلنا على الشرع وعلى أنه صواب وعلى صحة ما جاء فيه، فالعقل والشرع غير متعارضين، الشرع قاضٍ والعقل شاهد، العقل يشهد لحسن الشرع يشهد لصحته والعقل قضى والشرع قضى، قضى الله جل وعلا بقضائه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وفي قراءتنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا آية الأنعام، فكلمات الله جل وعلا الشرعية قضت صدق وعدل انتهت. فإذا الذي يرفض العقل يرفض الشرع، والذي يقدس العقل ويرفع فوق الشرع هذا أيضا يرفض الشرع. لهذا ألف ابن تيمية كتابه المشهور العقل والنقل، يعني وش الصلة بينهم، أو المشهور باسم موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح، أو درء تعارض العقل والنقل، وهو الذي قال فيه ابن القيم في نونيته واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني، لأن أصل تقديس العقل وتقديمه على النقل جاء من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة، الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على النقل فيما في الغيبيات، أو أما السمعيات يعني لهم بحث فيها، وهذا شيء مشهور معروف. المقصود أن طالب العلم والداعية أولا يفهم ما صلة الشرع بالعقل، ثم ثانيا يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية التي يقول القائل إنها تخالف العقل، تأمل ما يعجل يأتي يقول لا هذا كيف هذا الشرع، لو أنه ما فهم مرادها عقلا، فينبغي إذا تأمل أنه يبين عدم تعارض الشرع مع العقل، لأن العقل لا بد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه. الأمور الغيبية إذا تجاسر العقل عليها وقال لا ليست بصحيحة فهو الحقيقة ليس عاقلا، لأن العجز عن الإدراك إدراك، هو لم يدركها لم يرى، فكيف ينفي شيئا لا يراه؟ مثل الآن لو قال قائل مثلا هل الكهرباء التي أمامك إيش الكهرباء؟ ما في سلك، إيش اللي يجري في السلك؟ هل في شيء يمشي فيه؟ هل السلك أنبوبة في شيء ماشي وصل؟ لا. فإذا ثم أشياء كثيرة تعرف بآثارها ولا ترى أو تدرك حقائقها، مثل النوم الآن، حقيقة النوم ما هي؟ الأطباء ما أدركنا حقيقة النوم، لكن تعرف النوم وأثره وعلى الجسم وعلى البدن، ولو فقده الإنسان وش يحصل، وإذا نام وش يحصل إلى آخره. عندك الآن الهواء نفسه، الهواء الآن موجود، هواء هذا فراغ، أين الهواء؟ فإذا أخبر مخبر بوجود الهواء فإنه يخبر بوجود شيء دل العقل عليه، لا من جهة رؤيته ولكن من جهة إدراكه بآثاره. كذلك النصوص الشرعية الكثيرة إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية يقول هذا ينفيها العقل، فيكون هو متجنيا على عقله، لأن العقل لا ينفي شيئا لم يدركه. مثلا يأتي حديث فقع موسى لعين ملك الموت يقول هذا العقل يرفضه، مثل ما رفضها عدد من المعاصرين، يقول العقل يرفضه حتى لو كان في الصحيح، قال نعم كيف ملك الموت يأتي وله عين ويفقعها موسى، هذا شيء يرفضه العقل. لماذا يرفضه العقل؟ لماذا؟ لأي شيء؟
تسأل عن الأسباب. فإذا قال لك السبب الأول هو مثلا ملك الموت كيف يكون له عينان، فيكون الجواب ما الذي يمنع أن الله جل وعلا، يعني ما الذي يمنع في العقل أن الله جل وعلا بعث ملك الموت في صورة رجل لموسى عليه السلام اختبارا له وإبقاء للعلم في الناس، ما يمنع. ملك الموت على صورته الحقيقية ليس صورة رجل، فهذا تصوير، يعني جاءه في صورة على هيئة رجل ففقط، هذا فيه اعتبار. الأمر الثاني إذا قال موسى عليه السلام كيف يعتدي عليه، فقل هل يمنع العقل أنه ما عرفه أو أنه رآه معتد أو متجنن على مقام الملائكة يأتي على صورة، عادة ملك الموت ما يأتي على صورة رجل، يقبض الأرواح بإذن الله جل وعلا. فإذا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل مما عارض به المعتزلة من قبل وكل من خالف الشرعيات، الجواب عنه سهل لكن أيضا يحتاج إلى عقل. فإذا طالب العلم والداعية إذا واجه مثل هذا أولا يهدأ، لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك وين يضرب الخصم، إذا أنت استعجلت هو يصيدك وأنت بعدين تقع في موقف ضعف كيف الدافع، وأنت الآن مبلغ عن الشرع، الحاضرين في المجلس بيقولون الله ما عرف يجاوب أو بس تحمس أو نحو ذلك، لا أولا تهدأ، ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشته فناقش، وإذا لم يكن عندك علم وقوة إدراك فترجع الأمر إلى المجملات. ما هي المجملات؟ الله جل وعلا هو الذي قال ذلك، ويجب تصديق الرب جل وعلا، لا أحد أعلم بالله، لا أحد أعلم بخلق الله من الله، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا مغمز فيه، ما طعن فيها أحد من العلماء، يجب التسليم. كنا أدركنا معناه أم لم ندرك هذه مسألة أخرى، فتحيل على المجملات، والمجملات فيها قوة لأنها أقوى حجة إذا كان المجادل مؤمنا، يعني عنده انتساب للإيمان، سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقال هذا الكلام تقول له هذا يرفضه العقل أو هذا غير صحيح، فإما أن يطعن في دلالة النص أو يطعن في ثبوت النص، فإن طعن في الثبوت تبحث معه، وإن طعن في الدلالة تبحث معه أو ترجع إلى المجملات. الخطوة الثالثة أن هؤلاء دائما يقفون بالعقليات، العقليات يعني إذا حاججتهم فتعطيه مسألة عقلية تجعله يقف. من المسائل العقلية المهمة التناقض، إذا كان هو يقول العقل يعارض هذا تكون أنت محضر لأشياء العقل عقله هو بما أقر به أيضا يتناقض فيها، يسلم بأشياء ما شاء، يسلم بأشياء العقل ربما أنه يقول لا والله ما يدل عليها العقل إلا بخبر من أخبر بها. فإذا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقضا، والتناقض من أقوى الأشياء التي تضعف الخصم في أي مجادلة. إذا قلت أنت متناقض، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، معناه أنه لم يقم على عقل واضح واحد ولا على دليل بين. قل إذا أنت تتبع مرة تقول ومرة تقول، ما عندك قاعدة بين. لهذا الشرع من اعتمد عليه فإنه لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي بيعتمد على الشرع ما يتناقض، الحجة واحدة والدلالة الشرعية في المسائل العقلية أيضا واحدة ما تختلف. وهذه المناظرات والمجادلات ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيها، ما يقبل عليها بضاعته قاصرة، لأنه يخشى أن يفتن من يخاطبه، يخشى أن يفتن، يكون ذاك ما يعرف ما جاب حجة. وهذه اللي وقع فيها حتى بعض المشهورين في المناظرات اللي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية ونحو ذلك، في مسائل عظيمة، منها مسائل عقدية ومنها مسائل إيمان، بل في وجود الله جل وعلا غضبوا، ولا ربما ما كان عندهم حجة، صار المتلقي ما عنده أن هذا والله مسلم، لا المتلقي شك في المسألة، كان هذا ما لقى جواب صحيح، ما عرف بحجة، سيؤول الأمر إلى أن المستمع إيش يتشكك. ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء يحصل بسببه فتنة لآخرين. وإذا كان سؤال شيء لم يحرم في عهد النبوة
شيء لم يحرمه الله جل وعلا السؤال عنه ثم بعد ذلك حرم أنه من أعظم المسلمين جرما، فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين، في العقيدة، في وجود الله جل وعلا، في أشياء ما يعرف يناقش، ما يعرف يحتج، خلي الشرع ضعيف، يجعل الشرع ضعيفا أو يجعل حجة هذا ما يليه. فإذا أنت ما يلزمك أن ترد إلا إذا كنت قادرا، قادر من الناحية العلمية وقادر أيضا من الناحية النفسية. بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من نفسه أنه خاف، يحس أنه قلبه بدأ يضطرب وخايف، وهذا معناه أنه يسكت، لأنه مع هذا الاضطراب ما يقضي القاضي وهو غضبان، وهذا قضى أيضا في حكم في مسائل شرعية. بهذا قال العلماء لا يقضي القاضي وهو غضبان يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية. فالذي بيحكم يقول لا والله هذا ما هو، وهو يقضي، إذا أنت تقضي، أنت تبلغ عن الشرع، فما تدخل في شيء وأن تعلم من نفسك عدم ثبات. لذلك المجادل الداعية هذا نوع من الجهاد، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى ثبات يعني في ورباطة جائش وركادة من الواحد، مهما نزل عليه من الجبال الكلام السيء ما ينفعل إلى آخر. وأن تأمل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة، كيف أنهم ناقشوا في كل شيء، في الله جل وعلا وفي توحيد العبادة وفي الأسماء والصفات، وجادلوا في البعث بعد الموت، وسبوه وقالوا أنت مجنون وأنت، لكن كل كلامه عليه الصلاة والسلام وما أمر الله جل وعلا به عبده أن يبلغ المشركين كان كله على الغاية، في الرفعة في اللفظ وفي الحجة وفي الهدوء والطمأنينة، لأن لسنا بشاكين حتى نضطرب. لهذا كل واحد يعرف نفسه فلا يوقع غيره في شبهة ويأثم بذلك. وهذه مسائل عظيمة يحتاج طالب العلم إلى أن يدرج نفسه فيها، وسبيلها في الهدوء والطمأنينة. زادنا الله وإياكم من كل خير، ومنحنا الفقه في الدين، وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا، ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.